يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد معنا في درس ماض أن المرأة إذا انتهت من الدورة أنها تستخدم المسك، يقول هل هناك مسك معين؟ حيث إن هناك مسكا غالية يساوي 1000 ريال للتولة وبعضها ب30 ريال، هل هناك حد في السنة؟ المهم الرائحة الطيبة اللي تذهب ريح الحيض، سواء غالي ولا رخيص، المهم الذي يذهب ريح الحيض. نعم، مسك أو غير مسك من الضرورات. نعم.